ممتاز ممتاز وهجمه لسه في خطوره ولكن دفاع ممتاز مره ثانيه من محمد كوفي على الطاقه ابداع يا التركيز العالي الكبير من احمد الشناوي يظهر في صوره ويظهر في الكادر ويتالق مشاهدينا ويقوم بدور الليبرو ويطلع كورته بره الملعب يا على الخطوره اخطر هجمه في انطلاقه سريعه في هجمه جميله عنتريه موجوده في اداء ليوبار ولكن ممتاز احمد الشناوي تالق الشناوي حط رجله طلع كورته هذا هو تحرك طولي كان من ندي والتحام طبعا عادي جدا التحام كوره التحام كوره وسلامات سلامات سلامات اللاعب رودي ندي كان في اندفاع طبعا ولكن على طول هو الشناوي بكل احترام بكل ادب داخل مع الكوره سلامات ان شاء الله سليمه باذن الله ولكن وقعته تخوف وقعت اللاعب رودي ندي اللاعب الكونغولي تخوف هذا اوه دي نزل على دماغه يا ساتر يا ستار استرها يا ستار استرها يا ستار باذن الله نزل على دماغه ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله خير هذا هو الالتحام اللي كان حصل بين جان باتريك مع خالد قمر سلامات لكل اللاعبين لكل النجوم باذن الله كره القدم طبعا للمتعه للاثاره للجمال للروعه للسلوك الرياضي الجميل والمحترم الحمد لله سليم الحمد لله سليم الحمد لله سليم باذن الله المهاجم رقم سبعة المهاجم طبعا رودي ندي اهو الحمد لله فاق شوية سلامات ان شاء الله باذن الله ولكن الماتش حلو شوط الاول حتى الان شوط جيد حتى الان طوال تقريبا يعني 20 دقيقة من عمر اللقاء الزمالك متقدم بهدف واحد مقابل الشي هدف كان بقدم النجم بس مش في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء سلامات باذن الله طبعا وقعه قويه جدا صعبه جدا على دماغ لاعب رودي ندي ولكن التحام عادي التحام كوره وادي لعبه الزمالك والشناوي بيطمنوا على المهاجم طبعا رودي ندي هذا هو الاعاده مره ثانيه هذا هو طبعا داخل على الكوره داخل على الكوره بكل احترام ولكن السقوط سقوط صعب قوي 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 يا ستار استرها باذن الله وعلى دماغه اللاعب رودي ندي رقم سبعه المهاجم 25 سنه عمره واحد من مهاجمي فريق لوبار الكونغولي ولكن سلامات المهم طبعا اطمئنان على اللاعبين باذن الله حكم اللقاء واقف المباراه طبعا لعلاج اللاعب والاطمئنان على اللاعب رد الندي ان شاء الله يكون سليم باذن الله وطمن عليه باذن الله ولكن طبعا يعني السقوط صعب قوي ولكن الراجل طبعا بيتكلم الحمد لله كويس